الله معكم متابعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم طبخة صيامي مع أم رزق. أهلا وسهلا أم رزق. أهلا خورية، إيش رح تعملي لنا اليوم؟ رح نسوي اليوم شوربة العدس من دون زيت، ففي ناس بتصوم الأربعاء والجمعة وفي صيامات من دون زيت، فحبينا نسوي لهم عدة أشياء من دون زيت، اللي هي اليوم شوربة عدس رح نعمل، يعني رح نعمل صينية يعني خضار بالفرن. اليوم كلها بدون زيت، بدون زيت الحلو والخضرة والشوربة. أيوة. يعني خلينا زي ما تعودنا بكل حلقة رح نبلش نصلي مع بعض صلاة ما قبل الطبخ للقديس أفروسينيوس. المجد لك أيها الإله الأزلي مبدع الكل بمحبته وصلاحه، يا من ينعم علينا بهذه الخيرات السماوية والأرضية المتنوعة ويرزق الكل من فيض بركاته، أهلني أن أهيئ وأطبخ بالماء والملح والنار ما وهبتنا من مأكل بانسجام وتوافق واعتدال، لكي تكون تشديدا وقوة لنفوسنا وأجسادنا، فنسبحك بنشاط وشكر وسرور يوما فيوم، وأعطنا بالأحرى أن نهيئ نفوسنا مسكنا للروح القدس ونشبع من تبريكك وتسبيحك ما من شحم ودسم، صانعين مشيئتك في كل حين بشفاعة والدة الإله وجميع قديسيك، لأنك لا تزل مبارك إلى الأبد. آمين. آمين. هلأ أخورية بدنا نبلش منحط إيش المقادير؟ المقادير في عنا منحط طبعا حبة بصل مفرومة، حطينا هون نص كيلو أو كاستين ونص عدس، طبعا نستعمل ملح وكمون، ما بيلزم لشوربة العدس شيء ثاني الا اذا حدا بحب يحط شويه كركم فهذا راجع له. هلا خلينا نبلش فيها. اول شيء بدنا نحط البصل. طبعا هون يمكن لازم ننبه انه اليوم عشان عم نعملها الشوربه بدون زيت رح تحطي كل شيء مع بعض، نحطهم مع بعض. طبعا اللي بده يعملها مع زيت بقدر يحط الزيت هلا يقلب فيه البصله مع بالزبط. العدس وبعدين نكمل عادي زي دايما. ناس بحبوا يحطوا زيت زيتون او زيت نباتي فعادي. هلا بدنا نحط العدس معاه. هلا العدس بس مغسول. مغسول ايوه. نحط هلأ عليهم الملح والكمون. العدس طبعا بلزمه كمون بعطيه طعمة زاكية، وإذا حدا بينضر أو بتضايق من النفخة فممتاز، أنا بحب أحط كتير كمون معاه. هو فعليا مرات البقوليات البقوليات بتهيج القولون، خصوصا الناس اللي دايما بتشكي من القولون العصبي، فالكمون كتير مفيد مع هاي الأكلات. بالضبط. كمان معلقتين صغار ملح. هلا هيك تقليبه بسيطه، نحط عليهم المي وبدنا نتركهم عشان يستوا. طبعا بدها شويه وقت للعدس. يعني تقريبا قديش انجزاء؟ يعني يمكن هما إلها مقدار معين لأنه لبن ما يستوي العدس وهذا بيشرب العدس. هلأ بتلاقي الحبة كلياتها نفخة. هلأ هو فعليا هاي من الطبخات اللي زاكية جدا ومفيدة في أيام الشتاء البارد، دايما نحن بنعملها وبالصيام بتزبط في كل يوم، خصوصا يوم الأربعاء والجمعة لأنها بدون زيت. أنا كمان بحب أحكي لكم إنه في ناس بيحطوا معاها حبة بطاطا أو حبة جزر برضو كمان للفائدة اللي موجودة فيها. بتزيد طبعاً أكتر. وفي ناس كمان بيحبوا يعملوا بسلقوا شوية رز بس نطحن العدس، بيحطوا الرز معاه وبيزينوها بالبقدونس. كمان كتير زاكية. طريقة تانية مختلفة عن اللي بنعملها دايماً. بس اليوم حبينا نعمل بهاي الطريقة، هي نفسها بس تستوي بدنا نخلطها بالخلاط. هلا حبة الجزر بنقدر نقسمها أو طبعا نبرشها برش لانه بدنا نخلطها بالخلاط. ف هيك خلينا بدنا نستنى لبين ما تستوي العدس الشوربه، وبهالوقت هذا خلينا بدنا نسوي صينيه خضار بالفرن. ناخذ هون الخضار لبين ما العدس يستوي.
فنحن هون مقسمين حوالي 4 إلى 5 حبات بطاطا، وبدنا نحط معاهم خضار مشكلة طبعا على حسب الرغبة. ففي ناس أول إشي طبعا بدنا هون نحط ملح. هلا كمان هاي صينية الخضار بالفرن بدون زيت، وهاي تقدروا تحطوا فيها اللي بدكم اياه، صح؟ صح. يعني عندنا هون نحن حاطين كوسة حوالي 3 حبات، 3 حبات جزر، حبة بصل، حبتين بندورة أو حبة بندورة حسب الرغبة. وفي ناس بحبوا يحطوا بتنجان حتى كمان معاها، كمان برضو هذه زي ما بدهم. وهون بدي أحط شوية كركم عليها، بيعطيها شوية لون وشوية طعم زاكية. هلا فعليا انا بلاحظ كل البهارات اللي بتستعمليها هي البهارات المفيده جدا. قرفه، والحلو انه كميه البهارات انت ما بتبالغي فيها، فبتطلع يعني طبعا هذا الاشي بالخاطر اي حدا بيحب طبعاً يزيد بيحب يقلل، بس كل ما كانت البهارات معتدله بتطلع طعم الاكل ازكى. حط معاها رشه فلفل اسود للي بيرغب، في ناس ما بيحبوا البحرق بس حسب الرغبه. وهلا طبعا بنحكي انه اذا بدكم تعملوها مع زيت بزبط، نعمل مع زيت طبعا، صح؟ طبعا بصير نقدر نخلط. كمان اشي تاني بدي اخبركم انه في ناس بحبوا يحطوا معاها زعتر ناشف، في ناس بحبوا معاها يحطوا تومة او روزماري، صح. بس كمان صح. خيار تاني للي بحبوا الطبيخ بالبندورة بيقدروا يحطوا معاها مرقة بندورة. نحن عم نعطي كتير خيارات عشان الناس كل واحد على حسب رغبته، صح، او ايش بحب، صح، يقدر انه يسوي لاولاده. فبنقدر نحط بندوره معصوره. فكرة انا بعملها بالبيت لاولادي مع زعتر ناشف بيحبوا كثير. ما هي وبنقدر نحط كمان بس تستوي، بنقدر ندير لها طحينيه، اللي بحب الطحينيه مع ليمون بنقدر نحط معاها كمان. فكمان برضه بيطلع كمان خيار ثاني وكثير زاكي الصراحه. صح. هيك نخربش كل الخضار مع بعض، كلياته طبعا مفيد وصحي. شربت العدس بلزمها تحريك، صح؟ طبعا عشان ما تلزق، وبرضه بدنا نضل نراقبها اذا احتاجت مي نزيد مي. مزبوط كمان، مزبوط. احنا بتعرفي خريا في ناس كثير ما بيحطوا معاها بندورة، بس الصراحة انا بحب اعطي شوية حموضة، شوية لون مع الالوان اللي موجودة، صح. يعني احنا بالاخير راح تطلع مشوية، البندورة المشوية كثير أيوة. طيبة. بعدين نحط عليها طبعا تقسيمة الخضرة بترجع لها، يعني تقدر كل واحد بالطول ايوة، فكل واحد حسب ما هو بيرغب هذا الاشي. خصوصا الاولاد متعودين بالعادة على الفرايز بيحبوا البطاطا الطويلة، مرات انا بعمل كل شيء طويل عشان يشوفوها زي البطاطا المقلية. برضه يعني هذا الاشي يعني الرغبة، حسب الرغبة كل حدا بيقدر يسويها زي ما بده. وزي ما حكت ام رزق، عادي البندورة بنقدر نستغني عنها، بنقدر نحطها. طبعا نحن عمالنا بنعطي خيارات كتير، وكل واحد بالاخر زي ما هو بحب او زي ما متعود لاولاده انه يسويهم. الهدف انه نلاقي لاولادنا اي اشي هم بحبوه عشان يمرقوا الصيام وهم مبسوطين بالاكل. عم نعطيهم عدة خيارات. فهلا بدنا نزيد عليهم شوية مي يا خورية ونحطهم بالفرن. كمان شوي، كمان هي البطاطا شوي بتاخذ وقت لانها البطاطا يابسه، بس الكوسه والهب بس. فممتاز، ما بتغطيها ام ما بلزم. ما في ناس بحطوا لها فويل بيبر بس صدقي ما بتاخذ كثير. ايوه صح. هلا بدنا نحطها تقريبا ثلث ساعه تقريبا. شايفين هون في عنا العدس بلش يستوي، بس الصراحه بده كمان مي. لا بيضل على سمحتي. بيضل على النار العالية العدس، ما بيأثر ما بيأثر، المهم يضل بين فترة والتانية نضلنا نحرك فيه. هلا
شايفه شوفي الخريار كيف صار حلوه ريحته. يسلم ايدك. يمكن كمان بده كمان شوي كمان شوي لسه بده وقت بده شوية وقت خريقة هلا هو بياخذ تقريبا بده يعني بده ياخذ وقته. طب انا حابه اشاركك بمقوله للاباء القديسين عن الصوم خصوصا انه عم نحكي عن صيام الاربعاء والجمعه وبدون زيت واهميه الصوم واهميه التقشف. لانك يا ابني ان اعطيت الارض كل حياتك ففي النهايه ستجود عليك بالقبر، ولكن إن أعطيت السماء جزءاً من حياتك فستجود عليك بالعرش. إنه حيث تكون كنوزكم هناك تكون قلوبكم، زي ما حكينا السيد المجد اسمه. كثير حلو خوري الكلام بيدخل للقلب على طول. هلأ متابعينا أنا شايف العدس بده وقت، رح نطلع فاصل ونرجع مع طبق الحلو، خليكم معنا. وهلا رجعنا لكم بعد الفاصل والشوربة عندنا صارت جاهزة بتخيل صح؟ استوى العدس. استوى العدس. إذا هلا بدنا نخلطه بالمطفي. أيوة لو سمحت. شايفة شوف القوام تبعه كيف صار كلياته مستوي. أها ريحته كتير زاكية فكرة. كتير زاكية ريحة. هلا رح نضربه بالخلاط وبهذا الوقت اللي بنضرب فيه رح تعمل الحلو الرزق. تمام. هلا بدي اقول لكم على العيارات المورديه اللي هي قمر الدين. العيار تبعها بنجيب القمر الدين الباكيت بنقسمه وبندير عليه سبع معالق سبع كاسات مي مغليه. تقريبا بده ساعتين لبين ما كلياتها تدوب، بعدين بدنا نصفيه طبعا بالمصفاي بنخلطه بالخلاط وبنصفيه ومندوب بنفس القمر الدين مندوب 100 جرام من النشا بدنا نحط معاه، ولكل معلقه نحن حطينا سبع كاسات مي بدنا نحط سبع معالق سكر. بدنا نغليهم طبعا على النار فبدنا نحط السكر بدنا نصفي ال امسكيها بدنا نصفي النشا مع القمر الدين. هي شوفي هياته دايب وما في شيء. هلا هي بقيت العيار احنا عشان هيك اليوم كل الاشياء من دون زيت واللي بيحتار ايش بده يسوي فهو فعليا قمر الدين اظن ما في حدا ما بيحبه. اذا هاي مكوناتها كثير بسيطه كتير سكر كتير. قمر الدين طبعا منقوع قبل بيوم تنقعي بمي مغليه ولا مي مغليه معلقه بنديره بمي مغليه بنحط عليه سبع كاسات مي مغليه وبندير عليه بنقطعه طبعا قطع صغيره عشان راسا يدوب بسرعه يدوب بسرعه بنخلطه بالخلاط عشان كلياته يكون متماسك مع بعض وبنصفيه بنحط ال 100 جرام النشا عليه وكمان بنحط لكل كاسه مي بنحط معلقه سكر. طبعا في ناس بحبوا الحلو اكثر يمكن يزيدوا ناس بحبوا اقل ينقصوا او بيكتفوا بحلاوه القمر الدين فهذا راجع طبعا لكل حدا. بنضلنا نحرك لبين ما يصير قوامه جامد وبعدين بنديره يا بسحون هيك للتضييف او بنقدر نكون كعيله مع بعض بنقدر نحطه ورح يجمد لما يخلص ويبرد. في ناس بحبوا يحطوه بالتلاجة يتاكل بارد بأيام الصيف هلأ فكتير زاكي يعني. طبعا التقديم هو كل حدا بيرجع له يعني بنقدر نحطه بكاسات ونزين كل كاسة لحالها وبنقدر نحطه هيك زي ما حكيتي فهو يعني نحن بنعمل الوصفة وبالأخير كل إشي بيرجع لكم طبعا كيف بتحبوا يكون نعطيهم عدة حلول وهم يسووا اللي بدهم اياه أكيد أكيد. هلا لبين ما يغلي قمر الدين أم رزق أنا راح أساعدك بخلط العدس يسلم أخلطه إليك. لأنه القمر الدين بده شوية وقت لبين ما يغلي بس هلا
طبعا الشوربة ممكن تنخلط سخنة او باردة، ممكن تركها شوي تبرد، ممكن نحطها بالخلاط البلندر صح؟ ابصر طبعا. هلا شوفي كيف بنحط نخلط نسكب العدس، ريحته كتير زاكية كتير زاكية، وطبعا شوفوا كيف حتى لو من دون زيت ما حدا رح يفرق انه هذا الاشي من دون زيت. مزبوط. بصل اخضر وشوية بقدونس طبعا حسب الرغبة. اذا بتحب تحطوا ريالي هون. هلا البصل الاخضر بحسه يصلح لكل طبق وزاكي مشهي يعني شوربة مشهي فعليا. هلا طبعا فينا كمان نحط سماق، في ناس بيحبوا ياكلوها مع ليمون او مع كمون، يا رشة كمون عليها كمان برضه زاكي. نقدر نحمر خبز مثلا. يعني هون القمرتين صراحة ما منقدر نتركه كتير لأنه النشا اللي فيه بيجمد بصير ملزق من قاع الطنجرة، عشان هيك لازم نضلنا نحرك. هي هيك هلأ أخورية خلص المواردية وهياته. شوفي كيف جمد جمد، بس هلأ خلينا نسكبها. ريحتها كتير زاكية على فكرة. احنا دائما كتير بنحب قمر الدين، بس الواحد بيحتار ايش ممكن يعمل فيه وصفات، فهلأ هذا نوع الحلو سهل كتير وبرضه يعني بدون زيت، خفيف خفيف وزاكي بأيام الواحد هلأ بيقدر يستعمله، وهلأ موجود وطازة صح. طبعاً لما نسكبه بصحن صغير بنقدر نزينه زي ما بتحبوا، بتحبوا لوز جوز، في ناس برش جوز هند كل شيء أيوه. بنسكبه أو إنه كمان بحبوا ناس قرفة كمان يحطوا عليه يرشوا، كمان بتعطي كتير طعم زاكي. هلا هاي ممكن تتاكل سخنه ام رزق ولا بارده؟ هي الاكثريه بحبوها بارده الصراحه، لانه عشان يتجمد مزبوط فازكى بيطلع، وهي بارده ازكى. شوف ما احلى كيف الخوريه زينته كثير حلو شكل الصليب. ان شاء الله دائما الصليب يضل منور حياتكم. آمين. كلكم امين. وطبعا آمين. الجوز حسب الرغبه راح نخليه على جنب الا اذا بتحبوا تحطوه. خلصت طبختنا لليوم. خلصت طبختنا. هيك ام رزق اليوم عملت لنا ثلاث اطباق، شوربة عدس، صينية خضرة بالفرن موردية بقمر الدين، الثلاث انواع بدون زيت مناسبين كثير للي بيحب يصوم يوم الاربعاء والجمعة بدون زيت. وهيك بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم. بنشكرك كثير ام رزق. شكرا لكم كثير عم تتعبي معنا بهاي الافكار وبهاي الطبخات الزاكيه كثير. شكرا لك، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك. متابعينا يعطيكم العافيه، استنونا بحلقه جديده من برنامج طبخه صيامي.